بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من فيديوهات. النهاردة هناخد درس parler de quelqu'un أو quelque chose sans dire son nom. يعني إحنا هتكلم عن شيء أو عن شخص ما أو شيء ما دون ذكر اسمه. إن أنا هعوض عنه بضمير من الضمائر الشخصية. في الدرس ده هتعرف على الأكسسوار وهاخد بالي قوي من الكلمات دي. اولا عندنا كلمة ريستوران يعني مطعم، شورت، ديفيلي، كور، بيي، بواني، دوا، كو، سولي، ارجون، ايتي، ايفير، شيان، موشوار، كونسير، شوسون، رولي، اكسسوار، جيمناز، موديل، انيفورم، فونتر. هناخد الكلمات المؤنثة زي كلمة تيني، ديفينات، تت، جامب، ايبول، فت، مانش، انتري، ارموار، كرافات، شوسيت، شوسير، ساندال، بوت، بوتين، باليرين، باسكت، ما. عندنا كلمة شابو، بوني، براسيلي، كاسكيت، سنتير، إشار. كل دي داخلة في الليز أكسسوار اللي هي الأكسسوارات أو الحليات اللي أنا بتحلى بيها وبتجمل في اللبس مع اللبس يعني. عندنا سكما، فولار، كولية، جون، لاسي، مونتو، باج، بروش، شين، ساكوش، لينات، بوكيل دوغي. شانجي، اسيي، بورتير، بورتي، اسستي، ا بايي، ايكوتي، توشي، ا بروتيجي، بارلي، اورغانيزي، ابريسيي، Bonser, prêter, emprunter. Mettre, voir, répondre, attendre. هناخد بقى بعض حروف الجر والتعبيرات والأدفيرب. عندنا كلمة جولي، chouette, horrible. قلنا موش، ريديكال يعني مثير للسخريه طبعا، صفه خدها في سنه اولى. غيو دي جاي من كلمه ريور طبعا اللي هو مقلم. مام، اتالون، الاسي، هتلاحظوا حرف الجر هنا وهو ثابت عندنا. كون، متى وعندما، طبعا احنا عارفين متى اما تكون بوان، اما يكون في اخر الجمله في علامه استفهام بوان دونتراجاسيون، وطبعا هتكون عندما ما تكون رابط ما بين جملتين. افوار فروا وافوار شو، طبعا دي يشعر بالبرد ويشعر بالجوع، وكلمه فروا وشو ما بتتغيرش طبعا. كلك شوز، كلكون، سون طبعا معناها بدون، اوتور دو يعني حول، فيت يعني بسرعة طبعا، وكلمة تو دو سويت يعني حالا طبعا. مديني الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي ان كون رابط بمعنى عندما بيربط ما بين جملتين. لما اقول جي بورت ان مونتون كون جي في روا، او الاسم بعد افوار طبعا، لما اقول افوار شو افوار في روا، اما اقول الي في روا، او لي زونفون اون شو يعني الاطفال بيكونوا طبعا بيشعروا بالحر. هنتعرف هنا على الشوسون، شوسير، الأحذية وليز أكسسوار، الأحذية والأكسسوارات، ودي مهمة قوي إن أنت تميز. طبعا عندنا كلمة شوسير على ساي يعني حذاء برباط، مش عارف الصورة ما فيهاش رباط بس مش مشكلة، حذاء برباط على ساي بلسان كده زي ما بيقولوا يعني. دي شوسير تالون، دي حذاء طبعا بكعب عالي. باسكت طبعا ده حذاء رياضي، صندل طبعا يعني صندل، بوت اللي هو الحذاء برقبه طويله، بوتين اللي هو النص الهاف الصغير، باليرين طبعا الحذاء الساده ده، سابو اللي هو بيعادل السابو او الشبشب العادي ده. حرف الجر بيسبق كلمه الاسي وتالون، الاثنين مذكر طبعا. جي بورت دي شوسيغ تالون يعني انا برتدي احذيه بتالون، تالون يعني كعب طويل.
عندنا كلمة جميع الأحذية تعامل معاملة جمع المؤنث، جميع الأحذية اللي احنا اللي شفناها في الصورة دي، ما عدا بعض الحاجات هناخدها مع بعض في الاستثناءات طبعا. عندنا بتعامل معاملة المفرد أو الجمع حسب الجملة. طب تعالوا نشوفوا بقى إيه اللي حسب الجملة دي. بيقول لي هنا سي سون دي شوسير إليغانت، إنها أحذية أنيقة. أما يجي كلمة إمبيردو تعامل معاملة المفرد المؤنث. داكور؟ شو بقى الجملة بتقول إيه؟ ستان بير دي شوسير إليغانت أو إليغانت. تنفع الاثنين. طب أنا همشي عليها، أنا همشي على المفرد. يعني أنا همشي القاعدة بتاعتي بتقول لي مفرد، خلاص همشي على إن بير دو شوسير، يبقى إن بير هي القاعدة الأساسية. سات بير دو شوسير إيه؟ لو لاحظنا هنا أما إداني إيه ففرض عليا إن أنا آخد صفة إيه؟ مفرد مؤنث، لأن كده بتكلم عن بير. بتكلم عن كلمة بير اللي هي زوج. داكور؟ فخد بالك من الحتة دي. بس الغالب والأعم عشان ما نخشوش في تفاصيل كتير ويبقى فيها نواحي فيها استثناءات كتير، امبير دو شوسير هنمشيوها مفرد مؤنث، دي الأكثر انتشارا عندنا. كالي طاب وانتير يعني ما مقاس الحذاء بتاعك، طبعا كالب وانتير تي في وطاب وانتير سي كومبيان، ده للسؤال على المقاس والسعر والحاجات دي. طيب هاخد تكملة للأكسسوار بقى. عندنا احنا خدنا الشوسير، هناخد الاكسسوار. شابو، شابو يعني قبعه، ودي في الاكسسوار. بوني، بوني اللي هي الطاقيه بتاعت الشتاء اللي هي الصوف بتدفي. كوليي، كوليي، كوليي يعني عقد. طبعا براسيلي يعني اسويره او حظاظه. عندنا كلمه سك، سك، وطبعا سك اما شنطه يد طبعا، غير سكادو طبعا. عندنا فولار، وفولار اللي هو الوشاح، فولار وشاح. بورتيفي، بورتيفي يعني محفظة، بورتيفي محفظة، كلمة بورتيفي معناها محفظة. عندنا كلمة مشوار، مشوار، مشوار يعني منديل، مشوار. جون، جون قفازات اللي الجوانتي، يعني كلمة قفازات الجوانتي. عندنا كمان كلمة لاسي، لاسي اللي هو الرباط. كاسكت، كاسكت طبعا قبعة، كاسكت يعني قبعة. بعدها كلمة باج، باج يعني خاتم، باج خاتم. سونتيغ، سونتيغ حزام. إيشارب، بوكيل دوغي حلق طبعا. لونيت يعني نظارة. خلي بالك بقى ان المواد الخام بتصبغ بحرف الجر، بتصبغ بحرف الجر. دكتور بحرف الجر او او دو او دو ابوستروف. ماشي، احنا متفقين اللي هيجي عندي هو او. سي كولييغ اي انور يعني بيكون من الايه، من الذهب، او دو اور من الذهب. لو ساك ايتان كوير من الجلد، او دو كوير طبعا. اونور ان ارجون ان كوير ان بلاستيك. طب انا عايز اسال على الماده الخام، عندي اكتر من طريقه اسال بيها على الماده الخام. ان كوا اي لا باج، من اي شيء يكون طبعا الباج الخاتم. كالي لا ماتيير دو لا باج، ماده الخام بتاعت الباج اللي هو الخاتم. لا باج او دو كال ماتيير الي تان ارجون، يعني هو بيكون من الاي، من الارجون، من الفضه. كل قطعة اكسسوار بترتبط بجزء معين، زي ما نقول اون مي لا كاسكيت لو بوني لو شابو سور لا تات، يعني بنضع الكاسكيت او البوني او الشابو دول على الراس. اون مي لو فولار، بنضع الفولار لو شاح او الكوليير العقد او الشين سلسله. اوتور دي كو يعني ايه، حول الرقبه. اون مي لا مونتر الساعه او لا براسيلي اوتور دي بوني حول المعصم، المعصم عندنا هنا. اون مي لا باج ادوا، بنضع الخاتم في الاصبع، صبع يعني. اون مي لي شارب سور لي بول، بنضع الاشاربه او الوشاح على الكتف. اون مي لي بوكول دوغي اوزوغي، يعني بنضع الحلق في الاذنين. وبنضع القفازات لي جون اوما في الايدي.
On porte les lunettes sur les yeux. نضع النظارة أو نلبس النظارة على العيون. طبعا كل مكان له لبس معين. فأنا هشتغل على الموضوع ده زي ما أقول كون أون فا أو كلوب أما نروح النادي أو الجيمناز صالة الألعاب بنلبس باسكت حذاء رياضي سيرفيت مونترين سويت شورت وهكذا. أما بروح المير أو البلاج بنلبس مايو دو بان أو كاسكيت أو لونيت دو سولي نظارة شمس. اللي سي بقى أو الإيكول بنلبس جان شميز باسكت ممكن نجيب شيميزيير باسكت دي بالنسبة للبنات. إن فات حفلة بنلبس كوستيم بدلة أو كرافات أو شوسير حذاء أو مونتر ساعة. أما بالنسبة للفم للنساء يعني روب شوسيغة تالون حذاء بكعب طبعا كولية عقد براسلي يعني إسوير. طيب هنا ديفان خمن بقى كاسكو سي ما هذا؟ اكتب معايا كده بسرعة جيمي سيغ لا تات أنا بلبس على الرأس سي لا كاسكت كاسكت لابد تبقى مؤنث لا كاسكت جو لو فيكس اوزوري يعني انا بثبتها في الاذنين سي لي بوكيل دوري بوكيل دوري يعني الحلقان هكتبها جي لو مي اوتور دو بوا حول المعصم طبعا المعصم ده باخد فيه يا اما المونتر الساعه او لو كانت مؤنث اما لو مذكر هناخد براسيلي براسيلي هنكتب هنا كلمه براسيلي. طيب في الجملة اللي بعدها جي لي مي او ما يعني بضعهم في الأيدي سي سون لي طبعا دي الجون الجون القفازات في رقم أربعة هناخد لي جون القفازات. أما في رقم خمسة جي لي مي اوتور دو كو يعني أنا بضعها حول الرقبة فدي طبعا حول الرقبة هتبقى الفولار الوشاح يعني ممكن طبعا فولار مذكر ممكن كولية ممكن عقد داكور. جي لي بورت سور لي يعني انا برتديها على العيون سي سون لي لونيت دي نظارات الشمس. طيب هنا مكتوب جومي دي شوسير اتالو سارا بورت دي لونيت ها لونيت دو سولي لونيت دو سولي نظارات شمس سي تام باك ان ارجون من الفضة ان ارجون. بعدها سو كولييغ يبقى انكوا يعني المادة الخام بتاعت الكولييغ العقد اي لا ماتيير دو سي براسيلي طبعا هناخد كال كالي لا ماتيير يعني اي مادة اكسسوار طبعا دي مذكر مبدوء بحرف متحرك هناخد لها ست جي لي مي او بيي انا برتديه في الاقدام ده الشوسيت طبعا اللي هو الشراب أو الشوسير الحذاء داكور. بعدها لفي البنات بتثبته في الأذنين فسيسون دول طبعا بيبقى بوكيل الحلقان أو الحلقان ده بالنسبة للتمرين ده. هنا طبعا مكتوب لفير بسي وماتغ أشتاء يعني افعال اسي وسي معناه يقيس او يجرب ليه اكتر من معنى فيرب اسي. وهلاحظ في تصريفه ان الافعال اللي بتنتهي بجريج او ار بيتم تحويل جريج هو كاتبها لي مع كل ضمائر ما عدا نوفو. هنا بقى او تبقى كما هي يعني ايه تبقى كما هي يعني عايز تحولها حولها ما انتش عايز تحولها ما فيش مشكله بالنسبه لك داكور فتاخد بالك الموضوع ده. مكتوب عندنا كمان فيرب سي شايفين تصريفه طبعا قدامكم داكور. طيب بعدها فيرب ماتر ماتر يعني يرتدي وليه معنى تاني اللي هو يضع وماتر بصرفه بحذف التلاتة الأخرى ماشي. وبعد كده طبعا بكمل عندنا طبعا بان انا حاسب الثلاثة الاخرى احط اس اس ما فيش لان دايما اللي بينتهي مع ال وقال بتي او دي بسيبه زي ما هو ماتغ ماتغ وهنا بحذف اتنين بس واحط او ان اس هنا مع فو او زاد او ان تي يعني هنا بشيل ثلاثة في المفرد ونضع النهايات التقليدية بتاعت المجموعة التالتة اللي هي اس اس تي بس طبعا مش هحط تي على تي فيبقى اس اس ما فيش واحذف اتنين بس من الاخر واحط او ان اس وزاد او ان تي. فيرب اشتي مجموعه اولى ما فيهوش اي مشاكل بس بضيف على الاو بقى اللي قبل التي بخليها او اكسون جراف ومع كل ضمائر ما عدا الوجود طبعا جاشيتا تياشيتا
il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent. تصريف الفعل مع on و كي كتصريفه مع il أو ال. بس كي تكون بتسأل عن فاعل. كي مي ان كاسكيت روج يعني من يرتدي القبعة الحمراء. On essaye les poules bleues يعني احنا بنجرب البلوفرات الزرع. طبعا هنلاحظ كويس قوي عندنا احنا خدنا ان. سوزان مي، سوزان مي ده تصريف فيرب ماتر طبعا بتدع جولي بعد خاتم جميل. لفي البنات لي شوسيغ يبقى لفي السي، سي يعني بيجربوا السي. عندنا هنا جو سوبوني بور لو فير يبقى جوشيت تصريف فيرب اشيتي مع جو طبعا انا بشتري القبعه دي للشتاء او الطاقيه دي. تو مي تجيب يعني انت بترتدي جيبه بتاعتك كهذا المثال. نو طبعا اسيون اخرها او ان اس بيغ توا وبعدين مكتوب عندنا اشيت اخرها او زاد يبقى اشيتي اشيتي داكور. كي هنا احنا متفقين بتتصرف زي ايه طالما هي سألت عن فاعل. تو لو موند كل العالم او كل الناس بتعادل الضمير هو برضه هناخد مي. علي اي موا اون مع اون طبعا انا بصرف زي ايه برضه. لي جارسون الاولاد اشيت طبعا هنا واضح قوي كلمه اشيت هتبقى هصرفها مع اي لويك اس عشان الاولاد. هناخد الضمائر الشخصيه اللي بتحل محل مفعول به مباشر. يعني ايه مفعول مباشر الاول؟ يعني مفعول غير مسبوق بحرف جر. طيب لو بتحل محل المفرد المذكر ولو هنا مفعول مباشر وليست ادوات معرفه. لا برضو نفس العمليه مفعول مباشر تحل محل المفرد المؤنث للجمع بنوعين. طيب الضمائر دي بتحل محل مفعول به مباشر يعني غير مسبوق بحرف جر. سيان بقى كان عاقل او غير عاقل مش مشكله بالنسبه لي، بس يكون مسبوق باداه معرفه او يكون مسبوق بصفه اشاره او يكون مسبوق بصفه ملكيه او بيحل محل اسم علم شخصيه مدينه دوله. طيب tu mets les colliers ملاحظ هنا tu mets les colliers هنا لو دي اداه معرفه عشان جه بعدها اسم. شلنا لو كوليير كلها وعشان هي مذكر حطينا بدالها لو. ويوضع الضمير قبل الفعل يبقى الاداه بعدها اسم اما الضمير بعده فعل عشان تفرق ما بين لو لا والا بصرف ليه ك ارتيكل ديفيني يعني ادوات معرفه ايه وهفرق ما بينهم كضمائر شخصيه طبعا اللي هي برونوم بيرسونال دي كومبليمون ديريكت. هو بيجرب الاحذيه جامعة اهي حطينا ليه بدلها. البورت لا روب نوار هي بترتدي الفستان اللي هي الاسمر فحطينا لا مكان لا روب شلناها خالص وحطينا لا، ولكن لا هنا ضمير ايه مفعول. انت بتسمع علي وسامي، علي وسامي بقوا اتنين جامعة هم حطينا ليه جامعة. طبعا ما تنساش ان لو ولا هتصبح قال ابوستروف لو جه بعدها فاعل لا، وركز قوي لابد يكون فاعل لا ويبدا بحرف متحرك ويكون فعلها كمان. تي اشيت سيبوني وي جو لاشيت انا هنا هحط اللي هو مذكر بس لما اجي احطها والاقي بعد كده في فيرب والفيرب ده بيبدا بفويال بحرف متحرك فانا على طول بعمل عمليه سوبريمي بحذف بقى الاكس الاو الموجوده او الا. الا سي ساتجيب هنا هتبقى لا بس لما اجي احطها مع مبدوب ومتحرك تبقى الا بصر. مكان الضمير فين؟ مع الفعل طالما في فعل هو يوضع قبله. المي لاباك وي ال مي بين فعلين لو في فعلين في الجمله واحد متصرف والتاني في المصدر بحطها قبل المصدر. ال فا بورتي لي لونيت يبقى وي ال فا لو بورتي لي بورتي بقت لي هنا اخد بالي بقى بعد الفعل الواحد في حالات الامر المثبت. اه لاباك اي اليغون مي لا بعد الامر يبقى هنقوله بعد الفعل المصرف قبل المصدر ان وجد والامر المثبت. طبعا هنا يمكن استخدام الضمير المحايد صا بدلا من المفعول المباشر زي ما قلت يام سي موديل وي جيم سا انا بحب ده وي جيم سا. طيب تعالى ناخد تمرين صغير ونشوفه احنا علينا الامور اوضح شويه لسه ما دخلتش في الامور الاصعب.
طب هنا الكوليه، كوليه بيكون جميل، جو لو يبقى هاخد لو هنا، اكتب لو، لان هنا عايد على مين؟ على كوليه. الباك هاخد لا، جميل. البراسيلي طبعا سون جولي اخد ليه، هنا طبعا لونيت اخد ليه برضو، ديكور. هنا طبعا نو بورت با اناروك اخد لو، عشان عايد على اناروك وانا عارف ان ده مذاكر اكسسوار مذاكر، اخد لو. بعدها اني فورم ا لو، لان نو فورم هنا مذكر. وبعدين شوسير اخد لي، عايد عليها. انا بقول الاحذية بتكون من الجلد وجان لابسها. انت منتظر ماري؟ قال له انا منتظر. ايكوتي لي بروفيسور لا بوست، عايد على المدرس. تي فا بريتير تا مونتر اجا، مونتر هنا مؤنث تبقى تاخد لا. هنا طبعا سو شابو يبقى ياخد لو، ضعه البسه يعني. سو ما كولير بريفيري جلام، اخد ال ابوستروف المفروض لا بس هتبقى ال ابوستروف. سو شوميزير اخد برضه ال ابوستروف المفروض لو بس هناخد ال ابوستروف عشان بعدها مبدوء بحرف متحرك. لي ساك اخد لي. هنا طبعا ايل سون جولي سيجون لي طبعا عشان هي عايدة عليها ودي جمع. هي بتضع الإشارة بالأسمر يبقى لا مي، بتلبسه أو بترتديه أو بتضعه، ده بالنسبة للجملة دي. طيب تعالوا نكمل في حاجة اسمها ضمائر المفعول بس العاقل بس. م وتو ونوفو. م طبعا ضمير احنا عارفينه بمعنى اي انا، وتو انت، ونو احنا، وفو انتم. طيب تي مي فوا انت شايفني، انت تراني يبقى انت شايفني انا، يبقى انا هنا مفعول به. الجمله بعدها وي جو تو فوا انا اراك. هتلاحظ دايما ان الفاعل مختلف عن المفعول في الضمير، الفاعل مختلف عن الضمير في المفعول، فده مهم جدا يعني اخد بالي من الحته دي كويس قوي. طيب داكور، يعني مثلا جو مي يبقى ده فعل ذو ضميرين، لكن جو تو فوا اراك يبقى ده مفعول بقى، يبقى ده ضمير مفعول. تي نو زاتون دو كلوب، انت بتنتظرونا في النادي، فقال وي جي فو زاتون، ده احنا بننتظرك. ما تنساش ان مي وتو بتصبح اما ابوستروف او تي ابوستروف لو جه الفعل بعدها مندوب بحرف متحرك، زي ما قول سوزان ماتون كلوب، يعني سوزان بتنتظرنا في النادي، او جو تي كوت بيان استمع اليك جيدا. ممكن استخدم فو للاحترام، اما اقول مدام جي فو فوا انا شايفك يعني او انا ازورك. بتتحول مي الى موا بعد الفعل في الامر المثبت، اتون دو موا انتظر أو انتظريني في النادي. طبعا ممكن تخاطب أفراد الأسرة عند الحديث مع أفراد الأسرة، إذا كان بنستخدم ضمير المخاطب المفرد تو عشان في قرابة ومودة، ما أقول بابا جو تو فوا بيان، جيدا. فهنا استعملنا بدل ما أقول جو فو قلت جو تو فوا. هنا أهم حاجة هنلاحظ الحتة دي، في سؤال وإجابة والاجابه بالاثبات، يبقى اعمل العكس دايما. داكور؟ طيب تيمي كوت يبقى خد تي، داكور؟ تي نوز انفيت على فات، يعني انت بتدعونا للحفله. لاحظ هنا، هنا نو اهي، الاجابه مثبت يبقى خد فو على طول. دايما سؤال واجابه اعمل عمليه العكس ما بينهم. ايل تي فوا، ها هاخد ايه؟ مو، ايوه، لان هنا تو اخد هنا ميو على طول. هو يراك، نعم هو يران، يبقى الجمله هنا اهي واضحه قدامي، ما فيهاش اي مشكله عندي. الجمله اللي بعدها ايل فوز اتوند، هو هي تنتظركم، نعم هي تنتظرون، يبقى انا واخد الشق السهل منها دلوقتي وبقوله بالراحه وبسهوله. طيب
مون امي يعني صديقي، جو تاتوند انتظرك. لو الاسم الاولاني مفرد يبقى انا بخاطب مفرد، يبقى هقول له اخاطبه بالضمير تو. مدام الاسم الاولاني مفرد بس مدام وميسيو دي صيغه احترام، يبقى خاطبها بالضمير فو. بيير اتوند موا، انتظرني يا بيير، يبقى انا بنادي على حد وقلت له اتوند انتظر انا، انتظرني انا. ايكوتي موا سيل بوبلي، استمعوا لي من فضلكم. ايكوتي موا، طبعا ما ينفعش ايكوتي فو، استمعوا ليكم مش ماشيه. منى اي ساره لو بروفيسور ريغارد، بينظر لكم. يا منى يا ساره، ده المدرس ينظر لكم اليكم. ني مي اتون با سوار، لا تنتظروني هذا المساء، مع بصرف طبعا. بوركوا تو ني ايكوت با كون جو بارل، لماذا انت لا تسمعني عندما انا اتحدث. هناخد هنا مي. هنا في التمرين اللي بعد كده ده بيقول لي صرف الفعل وضع ضمير شخصي. طيب تعال نشوفه كده. احنا هنكتب هنا، او انا هحل معاك الاولانيه بس عشان انا مش مثبت الكاميرا بطريقه كويسه، فالهز نفسه في الصوره. قال كتبتها زي ما هي. هنا كوليير هنحطه بداله لو، اصرف الفيرب مع ال هتبقى مي، يبقى لو مي. ها داكور، ده بالنسبه لك بقى سهله جدا اهي. تعالى هناخد لي في، نكتبها لي في البنات، ده الفاعل، ده سوجي، اسيبه زي ما هو داكور. وبعدين اكتب اشيت، بس احط لي قبلها لي لان دي جامع هعوض عنها بلي. ها وبعدين اشيت اصرفها صحيحه مع لي في، هتبقى اخرها او ان تي. طبعا التمرين ده لذيذ جدا لانه بيعودني ازاي انا اصرف واكتب. لي جارسون هكتب لي جارسون عادي، لي جارسون ده السوجي، ده الفاعل، فانا هكتبه، ده اللي هصرف معاه الفيرب. ولي مايو هنكتب بدلها لي، اعوض عنها بكذا، واكتب طبعا مي مت مع كلمه لي جارسون. اللي بعدها تي هتبقى تي ساي، انا هحاول واحط لو، بس هتبقى قال ابوستروف مع كلمه ساي، حطينا او اس في الاخر عشان ده مجموعه اقول. فوني هكتب طبعا فو داكور، ني لي. شو بقى في الفعل المنفي احط الضمير قبل الفيرب واكتب الساي، وطبعا هصرفها هنا مع فو هتبقى اخرها اوزات، وطبعا هكتب با. في الجملة اللي بعدها نكتب ايه؟ نكتب اون، وبعدين نكتب لي لان انا عوضت عن المفعول بلي، ونكتب اشات اخرها او طبعا، ما ننساش الاكسون جراف على الاو اللي قبل التي. كي هنا هكتب كي، واكتب لا لان ساد باك هنا مؤنث هعوض عنها بلا داكور، واكتب مي واحط علامة استفهام عادي، يعني من يرتدي هي او يرتدي هذا الايه الباج اللي هو الخاتم. طبعا هنا المواقف هنقراها بعناية، هي عايزة منك ان انت تكون مترجمها كويس، وطبعا هنقرا المواقف بجدية ونقرا الموضوعات، وان لبس الملابس وصف الملابس طبعا ده شيء مهم بالنسبة لنا. ماشي، عندنا بعد كده بقى هنبدأ نحاول نحل مع بعض القطع بعد انت ما قريت الجزء الخاص بالبرودكسيون كله. طيب أول حاجة في القطعة الأولانية طبعا مكتوب موا سي دارين، يعني أنا دارين. جو في لي بوتيك إن فوا بور موا بار موا، يعني أنا بتسوق للملابس مرة شهريا. جو بريفير لي كولير كلير سورتو لو بلون إي لو روز، يعني أنا بفضل الألوان الفاتحة خاصة الأبيض والروز اللي هو الوردي. جو نيم با لو بلو مارين، ما بحبش الأزرق الكحلي. لو نواغ الأسمر سي نيل، ده سيء. جادور لي فيتمون سامبل أبورتي، يعني أنا
بعشق الملابس البسيطة في الارتداء، التيشيرت، الجينز، بنطلونات الجين، الباسكت، بور لي اكسسوار للاكسسوارات، جي بيكو دي كولييه، انا عندي عقد، كثير من العقد يعني، باج الخواتم، انار من الذهب، والبراسيلي انارجون الاساور من الفضة. بور بروتيجير ليزيون لحماية الأعين، جي بورت دولينيت دي سولي، يعني أنا برتدي نظارات شمس. أمي سورتي في خروجاتي، جي نيم با فيكسي لي بوكي دوغي، لا أحب وضع الحلقان. في الشتاء أنا أحب ارتداء المعاطف من الجلد أو من الصو. أوفيت في الحفلات دو مارياج، حفلات الزواج، أو دانيفرسير أو أعياد الميلاد. جي بورت دو روب دو سواري، أنا برتدي فساتين صحراء. دارين أدور بتعشى البيتي موتيف ولا الكولير كلير، هي طبعا الكولير الالوان الكلير الفاتحه، هي بتحب، هي بتقول ان انا بعشق بحب الالوان الكلير. جي بور بروتيجير سيزيون لحمايه عينيها، هي بترتدي نظارات شمس طبعا، لونيت دو سولي. دارين اي ماتر دو باج، يعني بتحب ترتدي الخواتم من الاور من الذهب طبعا. اوفت في الحفلات، هي بترتدي فساتين سهره طبعا، هي قالت لنا في الحفلات بتاعه المارياج بترتدي فساتين سهره. كان لوك تو بريفير، يعني اي لوك، اي اطلاله انت بتفضل. سوزان بتقول اوليسي في المدرسه الثانوي، جي بورت ان جان لارج، انا برتدي بنطلون جينز واسع، افيك ان سانتيغ نوار بحزام اسمر، ان تيشيرت بلون سيري، يعني تيشيرت ابيض ضيق، دي ساندل وساندل، اي ان كاسكيت وقبعه. ان فات في الحفله انا برتدي فستان للسهره، اي دي شوسيغ تالون واحذيه بالكعب، ان كوليير انو وعقد من الذهب، دي بوكيل دوغي وحلقان، اي اون براسيلي وبراسيلي اللي هي الاسويره. سوفي بتقول اوليسي في المدرسه، جي بورتن جيب جريزا، انا برتدي جيبه رمادي، اي ان شيميزير بلون وقميص ابيض، افيك ان كاسكيت نوار بقبعه سمراء. على سورتي عند الخروج بورت دو فيتمون سامبل، انا برتدي ملابس بسيطه زي الجينز والتيشيرت والبلوزون. بور لي اكسسوار للاكسسوارات، جي بريفير لي باج، انا بفضل الخواتم، اي لي مونتر والساعات. هنا طبعا على سورتي في الخروج سوفي بترتدي جينز والتيشيرت، للاكسسوارات هي بتفضل طبعا الكولييغ. طبعا صوفي سامبل بالنسبه لها. بور اليغ اولوسي سوزان بترتدي جون لارج. عندنا هنا الكليون الزبون معاه الفوندي البائع، فالكليون بيقول له بونجور جيم سيبوت نوار جو بو لي اسيير، يعني انا بحب البوتي الاسمر ده ممكن اجربه. فقالوا بيان سيو بالتاكيد، كلي فوت بوانتيغ ما مقاسك. فقال له لو 39، يعني 39. الفوندور قال له تري بيان لو فوالا، يعني تفضل. كيسكو فوز اون بونسي، يعني ما رايك فيه؟ قال له ال سون تري بيتيت، هم صغيرين جدا. جي بوسي لي 40، ممكن اجرب ال 40 اللي هو ال 40. فقال له جو ني با دو 40، ما عنديش 40، مين نو فو سيبوتا مارون، ولكن احنا عندنا البوت ده بس بلون البني. قال له جي في لي اسيير، انا هجربه، ال سون كونفورتابل، هم مريحين، سي كوم بيان بكام؟ قال له ده بيتكلف 102 يورو، يعني 112 يورو. ال سون تون كوير ناتورال، هم من الجلد الطبيعي، داكور جو لو برون، انا هاخدهم. الكليون بيبحث عن ايه؟ عن شوسير طبعا، حذاء. طيب الكليون فاشيتير لابوانتيغ 40، يرتدي المقاس 40 40، لانه قال له ما عنديش 40 ولكن عندنا بوت باللون البني، هو بنفس من اللون اللي هو كان اختاره الاسمر.
لا بوانتيغ 35 يعني المقاس 39 بيكون بيتوت صغير بالنسبة له. لو كيليون فاشيتير دي شوسيغ مارون يعني هيشتري الحذاء لونه ايه، طبعا هو راسه في الاخر ان الحذاء هيكون لونه بني. هنا طبعا كلير بتقول ريكارد لا في ان رولي، يعني بص البنت اللي لابسه زلاجات او احذيه بعجل دي. جي ديتيست سون بول، انا بكره البلوفر بتاعها. جادور، قال ده انا بعشق الموضوع ده، انا شايف انه رائع. ده اديل هي اللي بتكلم كلير. موا جو لو تروف لون، يعني انا شايف انه طويل، شايفه انه طويل. جون بيان سيليكانز، انا بحب هذا البنطلون. السون سامبا هن لطيفات، ده لطيف. ريجارد لا في افيك لو شان، بص البنت اللي بكلب دي سا جاب تري جولي مي سون شابو اي بيتو ترو بيتي، ولكن الشابو بتاعها القبعه بتاعتها صغيره قوي. سون انوراك اي اوريجينال، الجاكيت بتاعها رائع. كلير قالت جون بيان بول دي جارسون، انا بحب البلوفرات بتاعت الولد اللي بدراجه. مي جو تروف سون بونتالون، انا شايف البنطلون بتاعه اوربي البشع، اللي ترو لارج هو واسع جدا. اي موا جو نيم با سي شوسير، وانا ما بحبش هذه الاحذيه. اديل دي تيست دي جارسون، يعني اديل بتكره ايه من الولد، يعني هتبقى الشوسير بتاعته. لو جارسون سي دي بلاس فيلو، يعني الولد بيتنقل على الدراجه. لا في افيك لو شيان بورت، يعني البنت اللي بكلب دي بترتدي طبعا جيب وشابو. البنت اللي الكلب قلنا بترتدي جيب. بوراديل بالنسبه لاديل، لانوراك ايه انوراك بيكون اوريجينال طبعا، يعني كويس اوريجينال رائع. نشوف القطعة بتاعت طلبة الأزهر أو القطعة دي، ودي قطعة كويسة من القطعة اللي قدام. بيقول هنا لا كليون تزبونة بتقول اسكي جو بوسيير لي ساندول كي سون دون لي لا فيترين، يعني هل ممكن ان انا اجرب الساندول اللي بيكون في النافذه في الواجهه، يعني الباترينه دي. قالت لها وي مدام كال بوانتير فيت فو، ايه مقاسك؟ قالت وكال كولير بريفيري فو، ايه اللون اللي انت بتفضليه؟ قالت لها انا بعمل 38 وبفضل الموديل بالاسمر. طبعا الفوندير قالت فوالا مدام سافو فا، يعني ده بيناسبك. قالت لها نو سي ترو بيتي، ده صغير. اسكو جو فوز افي لا ميم موديل اون 39، ممكن الاقي الموديل ده 39؟ قالت لها نو ديزولي اسفه، مي جي نوتغ موديل ان مارون، لكن عندي موديل تاني باللون البني. فو فولي لي سيير، قالت لها وي نعم سو مي بلي بوكو، هذا يعجبني كثيرا. بكام؟ قالت ب 20 يورو عن سولد في التخفيض. اوني كوت سي ديالوج، احنا بنستمع هذا الحوار دون في محل طبعا للاحذيه شوسير، لانها رايحه تشتري صندل. الكليون هتشتري صندل بيمبي 39 ولا 40 ولا 38 ولا 37، طبعا احنا قلنا ان هي كانت عايزه 39، ولكن قالت لها 39، يبقى 39 هنا هنقوله 39. لي ساندل اون 38 ده كان ضيق طبعا وكان لونه اسمر، مش كده؟ نوار، كان اسمر. هنا الساندل 38 بيكون صغير، دي صحيحة. الكليون هتشتري ساندل اسمر، دي خطأ. الساندل في الفاترين بيكون، الصنادل في الفاترين بتكون سمرة، فدي صحيحة طبعا، في منها صنادل سمرة. الجملة اللي بعدها بتقول عندنا ده المواقف بقى. تي ديموند تون امي، انت بتسأل صديقة سون اكسسوار بريفري، عن الاكسسوار المفضل بالنسبة لك. تي ديموند تون امي، انت بتسأل صديقك على الاكسسوار بريفري، كاسكي تي دي، ماذا انت تقول له؟ فبتقول له انت بتفضل العقد ولا الخاتم؟ وكاسكي تي ام كوم اكسسوار، ماذا تحب كاكسسوار؟
كحليه يعني. تي ان دي تون اكسسوار بريفري بتشير للاكسسوار المفضل. كاسكتي دي ماذا انت تقول؟ فطبعا بتقول جي ادور، انا بعشق البراسيلي وبحب كتير المونتر اللي هي ساعات اليد. تي دان فورم انت بتستعلم سيغ لا ماتيير دي ان اكسسوار، عن ماده خام اكسسوار، يبقى سي دو كال ماتيير، ده من اي ماده، و سي تون كوا يعني ده بيكون من اي ماده برضو او من اي شيء. تي انديك لا ماتيير دو ان اكسسوار، انت بتشير لماده خام اكسسوار، فبتقول سي تارجون او الي تانور، هو بيكون من الذهب. تي ادمير انت معجب باكسسوار، كاسكو تو دي، فبتقول سي جولي سي شويت. طبعا بعدها تي نابريسي با لي اكسسوار دو تون امي، انت لا تستحسن اكسسوار لصديقه، فبتقول سي موش وسي دو مودي. تي دو موند ا تون امي، انت بتسال صديقك سون افي سور تون اكسسوار، عن رايه عن الاكسسوار. يبقى كومون تي تروف سيلونات، ماشي مظبوطه. طبعا هنا شيميز مش هتنفع، ما رايك عن هذه الرياضه؟ مش هتنفع. كولياغ هنا صحيح. كاس كو تي بونس دو كولياغ. تي تنفورم سور لو بري دو شوسير، يعني انت بتستعلم عن ثمن الحذاء. كاس كو تي دي، ماذا انت تقول؟ فطبعا بتقول سي كومبيان، بكام، او صافي كومبيان، يعني ده بيعمل كام. لو فوندير تي دي موند تابوانتير، يعني البائع بيسالك عن مقاسك، فبيقول لك انت بتعمل 40 ولا 41، وكال بوانتير تي في، اي مقاس انت بتعمله. بوانتير خاصه بمقاس الاحذيه طبعا. لو فوندير البائع تي دي موند بيسالك تابوانتير عن مقاسك، فبتقول له انا بعمل طبعا 41 او 40 طبعا كمقاس. تي دي كري ان اكسسوار، انت بتصف اكسسوار، فطب مش هتقول جولي فيست، لا فيست لا طبعا، هتقول الي تان ارجون، هو بيكون من الفضه، او الي اوريجينال. طبعا الي تاموا ده بتاعي، ده ملكي، ده بتعبر عن الملكيه فيه. انا مي تي دي مون، صديق بيسالك كل اكسسوار ني اوتور دو بواني، يعني ايه الاكسسوار اللي بنضعه حول المعصم؟ احنا قلنا طبعا عندنا براسيلي ومونتر، هم دول بنضعهم. طبعا انا بجاوب بسرعه على اساس ان انا ذاكرت كويس. انت كطالب ذاكرت كويس، جاوب بسرعه، خلاص حفظنا ايه اللي لينا وايه اللي عليه. انا مي يعني صديقتي دي موند بيسالك كل اكسسوار اون مي سور لا تات، ايه الاكسسوار اللي بنحطه على الراس؟ احنا قلنا كاسكيت ممكن، شابو ممكن، او بوني ممكن، كل دول ممكن طبعا. تون امي تي دي موند، يعني صديقك بيسالك او اون مي لو شارب، اين نضع الشارب؟ على البول، على الكتفين، داكور اهي، او اوما في الايدي، ولا سيغ لزيو، ولا سيغ لتات على الراس، ممكن الاثنين ده. الشال ممكن، الاشارب ممكن نحطه على الراس او على الايبول على الكتفين. تي ادمير لو براسيلي دو تونامي، يعني انت معجب بالبراسيلي، بالبراسيلي دو تونامي، يعني بتاعت صديقك انت معجب بيها، فبتقول سي جينيال، انها رائعه، أو بتقول سيت على مود، إنها على الموضة. لأن يعني الباقي كلها صفات سلبية زي ما أنتم عارفين. الجملة اللي بعدها تيو فا الانترينمون، أنت بتذهب إلى تدريب الباسكت. فكاسكي تي دي بتقول جو في ماتر، أنا سوف أرتدي سير فيتمون طبعا، أو هرتدي باسكت، حذاء رياضي. تيكسبليك بوركوا، أنت تشرح لماذا تي بورت دو لونيت، أنت بترتدي أحذية دو في دو لونيت، باردون لونيت نظارة نظر طبعا، فطبعا عشان أقرأ أو عشان أقرأ وأرى، إيكوتي يسمع، إكرير يكتب، مارشي يعني يمشي، لا هي يقرأ ويرى طبعا. تي انديك بوركوا، انت بتشير لماذا؟ تي بورت دو لينوت دو سولي، بترتدي نظارات شمس طبعا عشان تحمي عينيا، دي واحده، وطبعا بارسكيليا دي سولي، لان في شمس. في الجمله اللي بعدها لي شوسيغ الاحذيه، ني تي فون نو تي فون با بيان لا تناسي بوكا، كاسكو تي دي فوندي، ماذا تقول للبائع؟ بتقول السومبون، يعني هي جيده، السومبون هي جيدة، والبيتوت صغيرة، ممكن صغيرة، والجو في شونجي سي موديل، أنا هغير هذا الموديل.
تي دي موند تون امي تتسع صديقة بوركوا المي ان مايو دو با لماذا يرتدي مايو دو با يعني زي البحر طبعا بور ناجي او بور لي غالا بيسين للسباحة او للذهاب الى الحمام السباحة tu es au magasin d'accessoires انت في محل الاكسسوارات كاسك تي دي فوندير ماذا تقول للبائع فبقول له سي كوليجي هذا الكوليجي سي كومبيان وبقول له كمان لا باغ او دو كال ماتيير لا باغ او دو كال ماتيير يعني الخاتم ده من اي خامه تي او ماجازان دو شوسير انت في محل الاحذيه كاسك تي دي فوندير ماذا تقول للبائع هتقول له الحذاء ده بكام هتقول له انا ببحث عن صندل داكور تي دي كري سو تي شوسات انت توصف الجوارب بتاعتك فطبعا جمع مؤنث هتقول ان هي من القطن وهي مشجره ممكن لان مش هقول طبعا هي برباط وهي بكعب وهي من الذهب تي دي موند اتون امي انت بتسال صديقك سو كال مي بور فير دي سبورت يعني ماذا يرتدي لممارسه الرياضه ال دي هو بيقول ان سيرفيتمون طبعا يعني ترينج انا مي تي دي موند صديق بيسالك سو كو تي بورت ان ايفير ماذا ترتدي في الشتاء تي دي انت تقول برتدي في الشتاء طبعا ان مانتو اون لان يعني معطف من الصوف tu vois hier une chemise dans la boutique يعني أنت تريد أن تجرب أو تقيس قميص في المحل فبتقول la cabine ستو الكابين دو سياج اللي هي كابين التجربة بتاعت الملابس فين تي دي كري ان اكسسوار أنت بتصف اكسسوار فطبعا بتقول لو كولييغ اليغون يعني الكولييغ بيكون رائع Tu parles de la matière de ta bague. أنت تتحدث عن المادة الخام بتاع الخاتم بتاعك فبتقول إلي تناغ هو بيكون من الذهب طبعا لأن دي مادة خام فمش هقول مخطط مش هقول أورجينال يعني رائع مش هقول شار يعني غالي Tu parles du motif de ton écharpe أنت تتحدث عن الموتيف اللي هي النقشات بتاعت الإشارب بتاعك فبتقول طبعا إلي آلية الكارو هي بتكون كاروها طبعا بالنسبة للإشارة تي دي موند اتون امي سون افي سور تي شوسير يعني أنت تسأل صديقك عن رأيه عن أحذيتك هو هيقول سيليكو إنها رائعة لأنه بيبدي رأي أنت بتستعلم على المادة الخام من الأكسسوار فبتقول سيتان كوا إنها من أي مادة خام. تيتان فورم أنت بتستعلم سيغ لا بوانتير دو تون أمي عن مقاس حذاء زميلك هو بيقول أنا مقاسي جو في دو 42. تيكسبريم تون أدميراسيون بوغ أن أكسسوار يعني أنت بتعبر عن إعجابك عن الاكسسوار فبتقول طبعا سو اوريجينال يعني انه رائع تيكسبريم تا دي بريسياسيون دو لاتيني دو تون امي يعني انت بتعبر عن استيائك من زي صديقك فبتقول سي ني با جولي انه ليس جميل تي دي كري تي شوسيت انت بتصف احذيتك تي دي انت بتقول طبعا elles sont لا elles sont jolies جميلة ده بالنسبة للجزء ده نلتقي بإذن الله مع بعض في الجزء الثاني في الحلقة القادمة أتمنى منكم الدعم والمشاركة طبعا للفيديو رفوار